وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي ونادي الداخلية، وهنتكلم على مباراة نادي الزمالك ونادي فاركو. تمام كده؟ تمام. نادي الأهلي النهاردة الحقيقة أداؤه في الشوط الأولاني كمية استهتار غير طبيعية، خصوصا من حسين الشحات. حسين الشحات اللي أنا عايز أتكلم عليه كتير كتير كتير. النادي الأهلي النهاردة بدأ بمصطفى شوبير في حراسة المرمى مع غياب الشناوي، لعب بكريم فؤاد في الباك الشمال وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ولعب بمحمد هاني في الباك اليمين، لعب بثلاثي في وسط الميدان، محمد مجدي أفشة صاحب هدف النادي الأهلي في الشوط الأولاني، وأكرم توفيق وإمام عاشور اللي الحقيقة يعني أنا بقول عليه لسه ما جابش 50% من مستواه مع نادي الزمالك. لعب بثلاثي أمامي، لعب برضا سليم تمام، ولعب بكهربا وحسين الشحات. الحقيقة مصطفى شوبير ما أقدرش ألومه، لأن مصطفى شوبير ما لهوش كلام كتير. محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد الحقيقة أيضا ما لهمش كلام كتير، لأنهم بصراحة الرباعي ده عمل حاجة كويسة جدا جدا، وكانوا بيلعبوا تمام يعني كانوا بيلعبوا بجدية. أكرم توفيق اللي النهاردة بيقوم بدور مروان عطية الحقيقة أنا هسميه أبو سلاسريات. أكرم توفيق يعني ربنا يبعد عنه الإصابات، حاجة محترمة جدا 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 جدا. أفشى صاحب هدف اللقاء النهاردة، تسديدة في الشوط الأولاني، تمويه في المنطقة، وهدف برجله الشمال. الحقيقة كان أداء كويس جدا جدا من محمد مجدي أفشى. إمام عاشور اللي النهاردة عمل أكتر من أسيست الكهرباء والحسين الشحات، ولكن الحقيقة لم يستغلوا في رعونة في أداء خط هجوم النادي الأهلي. في رعونة في أداء النادي الأهلي. رضا سليم النهاردة أنا شايف الحقيقة من وجهة نظري التي ليس لها قيمة على الإطلاق، رضا سليم يعني من ساعة الإصابة ما عملش حاجات كتير. فبصراحة رضا سليم من ساعة الإصابة وهو مستواه متراجع يعني بدرجة ما تتخيلوهاش، يعني حضراتكم أكيد شايفين رضا سليم أداؤه متراجع جدا 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 مع النادي الأهلي. كهربا اللي أنا شايفه متأثر كتير جدا، كهربا مش في حالته رغم الأداء المميز اللي بيقدمه مع النادي الأهلي. حسين الشحات اللي عليه كلام كتير الحقيقة، لو أنا مدرب النادي الأهلي قسما بالله ما أنا مخليك في الملعب دقيقة واحدة. لو أنا من النادي الأهلي أو من ماستر مارسيل كولر قسما بالله ما أنا مخليك في الملعب دقيقة واحدة. أنت بجد حاجة مستفزة. الكرة اللي تتباصه ما تبصيهاش، الكرة اللي ما تتباصاش وتنشاط تبصيها. حاجة مستفزة وقمة لعب فردي لنفسك، حاجة غبية. ما أنت بتضيع أداء فرقتك كلها، وبتضيع أداء اللعيبة، وبتضيع أداء كولر، وبتضيع مجهود الناس دي معها كلها. طب ليه؟ إيه الفكرة من اللي أنت بتعمله؟ إيه الفكرة من الرعونة اللي أنت بتعملها؟ يعني ده اللي أنا عايز أعرفه، إيه الفكرة؟ يعني قول لي يا حسين شحات، إيه الفكرة من الرعونة اللي أنت بتعملها دي؟ وإيه الفكرة من قمة الأنانية اللي فيك دي؟ بجد انت النهاردة كنت حاجة مستفزة خصوصا في الشوط الاولاني. الحقيقة يعني النادي الاهلي النهاردة لو خسر او لو يعني خسارة النادي الاهلي النهاردة كانت بسببك، كانت هتبقى بسببك. لكن بالحقيقة انا شايف ان مارسيل كولر صابر على حسين الشحات بطريقة ما تتخيلوهاش.
طيب كمان نادي الزمالك يعني عمل مباراة كبيرة جدا، ومصطفى شلبي جاب جون في الشوط الاولاني، جون جميل جدا. نادي الزمالك بدأ بمحمد صبحي وعمر جابر وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة، ولعب بزياد كمال وناصر ماهر وعبد الله السعيد في وسط الملعب، ولعب بسيد نمار ويوسف إباما ومصطفى شلبي في الخط الأمامي، اللي مصطفى شلبي جاب جون الحقيقة حاجة كويسة جدا. نادي الزمالك من أول الشوط الأولاني ما بدأ، ونادي الزمالك ضاغط بطريقة كبيرة جدا، يعني ضاغط بحاجة يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ضغط بطريقة كويسة جدا، وقدر اللي هو يسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15 من أسيست من حمزة المسلوسي لمصطفى الشلبي الحقيقة يعني. كمان لاعب فاركو اللي هو سيف تيري جاب هدف في الدقيقة 36 تم إلغاءه بداعي التسلل، وكانت حصل تغييرات في الدقيقة 46 مع بداية الشوط الأولاني، عمار ياسر نزل مكان ناصر ماهر، ومتيابة نزل مكان سيد عبد الله نمار. يعني نادي الزمالك ماشي بخطة ثابتة جدا في المباراة دي، وجميل صلح، جميل صلح اللي حصل في المباراة اللي فاتت اللي هي مباراة نادي الاتحاد، وطبعا انا شايف ان في تراجع، انا شايف في تراجع حقيقة من النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي الحقيقة، بعض اللعيبة في اداء متراجع جدا. النادي الاهلي الفترة اللي جاية يا جماعة مش هيقبل القسمة على اتنين، النادي الاهلي مش حمل ان هو يخسر يعني او يتعادل مباراة، عشان تبقوا عارفين بس، فلازم يبقى في تدخل من مارسيل كولر، يعني لازم يكون في تدخل من مارسيل كولر، ولازم يكون في توجيهات، لان كده بصراحه كتير اللي بيحصل من حسين الشحات ده كده كتير قوي. حسين الشحات لو انت مثلا شايف ان انت اعلى من النادي الاهلي انت تقدر تمشي عادي جدا، والاهلي يجيب حد افيد منك، لكن ان انت في الشوط الاولاني تجيب لنا الضغط والسكر، لا ده احنا عندنا الضغط والسكر لوحدنا، فمش ناقصه انك تزود علينا. الحقيقة بتعمل حاجات مستفزة، حاجات مستفزة جدا. الفرق بينك وبين لعيبة نادي الزمالك، لعيبة نادي الزمالك بتخلص، انت لازم تقف وتلف وتحفلط وتهيص وتعدي وترقص والكلام اللي احنا مش عايزينه ده. احنا عايزين جون، عايزينك تخلص، عايزينك تنزل المباراة تحط جون اتنين تلاتة زي ما تحط، احنا ما يلزمناش غير كده، مش محتاجين من حضرتك ان انت ترقص وتورينا مهاراتك وتورينا الكلام ده، احنا محتاجين ان انت تبقى ايجابي على الجون، محتاجين ان انت لما تستلم الكرة تلعب السهل الممتنع، عندك فرصة ان انت تشوت شوت، عندك فرصة ان انت تعدي واحد ضد واحد عدي، لكن ما تبقاش هجمة وخمسة ستة لعيبة بيجروا قصادك تمام وتضيع مجهود اللعيبة دي كلها، لا كتير الحقيقة كتير. فاحنا كجمهور مش هنستحمل كده، يعني احنا كجمهور نادي الاهلي مش هنستحمل كده، لان احنا مش قد ان احنا نخسر نقطة، ده انت لما تكسب مبارياتك كلها هيبقى فرق بينك وبين بيراميدز نقطتين، اي تعادل ليك بيراميدز هيبقى الاول بنقطة، يعني اي تعادل ليك بيراميدز الاول بنقطة، فاحنا مش عايزين كده، احنا عايزين يبقى في منافسة، خلاص رجعنا للدوري نلعب السهل الممتنع، نكسب نفرح الناس دي كلها، ما ينفعش. لكن مش هتكلم عن اللقاء تاني يعني بغض النظر عن النتيجة. شكرا لحضراتكم، استنونا ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.